ساعتي واقفة. يلا عليك العافية. بس الدواء اللي بوصف لك اياه بدك تستعمليه، مو مثل العادة. ان شاء الله. ما راح كتر لك ادوية، راح اكتب لك نوع واحد. هذا بتاخدي حبة الصباح وحبة الظهر وحبة المساء. إذا ما استفدتي بتعمليهم حبتين الصباح وحبتين الظهر وحبتين المساء. إذا ما تنعنشتي بتعمليهم ثلاث حبات الصباح، ثلاث حبات الظهر، ثلاث حبات المساء. وإذا لقيتي حالك متوكة بتاخدي علبة الصباح، علبة الظهر، علبة المساء. وإذا لا بكفي خلص تستعملي دواء حبة الصباح وحبة الظهر وحبة المساء. وراجعيني أكيد. عليك العافية. مع السلامة. مع السلامة. أبو صالح. نعم دكتور. ماك احلى ممرضه انت. عندنا حدا برا؟ لا خلص ما بقى في حدا. ما انا تضبط الغرفه خلينا نمشي. حاضر. يلا. اخ يا راسي. اخ ممكن مين حضرتك؟ انا وحيد. اهلين فريد الاطرش. حبايبنا من زمان. كيفك؟ اهلين مشتاق. شلونك انت؟ منيح. ماشي الحال. شو اخبار الاخراج والفن معك؟ مستور الحمد لله. بس على فكرة آخر مسلسل لك تعبان منه بقى. آه تفرجت عليه؟ الفكر عقلاتي لا أتفرج، بس مرتي من كبر عقلها ما بتفوت حلقة. الله يشفيها. تعرف مين مرشح كنت لدور البطولة؟ عجزت. أنت؟ أنا؟ شو نسيت إنك كنت ممثل فاشل أيام الجامعة؟ إيه صلى. صحيح؟ ليش ما عم تبدو بالبيت؟ ما حدا عم يرد على التليفون؟ لا تذكرني، تليفوني صار له 10 أيام معطل، وحاطط شكوى من أول يوم. وتيتي تيتي تي. ايه يا سيدي اذا بيتصلح بشهرين بيكون الله داعي لك. شو الحكي هذا؟ عم بقرا بالجريده انه واحد تليفونه معطل، له 8 شهور مقدم الطلب وتحرم عليه لهلا ما سمع من التليفون. 8 شهور؟ بس انا دكتور ومعرض اني انطلب اسعاف. إيه مرحبا اسعاف، إيه مين مدور عليك وعلى اسعافاتك؟ هالاسعاف اخ يا وحيد. اخ لو كنت مسؤول بهالبلد كنت ما بخلي خط يتعطل اكثر من 24 ساعه شو ما كلفني الامر. لك حتى لو كلفني اني ركب خط جديد. خط جديد؟ لك يا رجل شو عم تحكي؟ عم تحلم؟ لك في ناس لهم 20 سنه مدمين على تليفون ولهلا ما سمعوا لا طن ولا طين. لا طن ولا طين، معك حق. اصلا هذا التسيب واللامبالاه راح يقضوا علينا. راح يقضوا علينا؟ لك قول قضوا علينا وخلصوا. أخ لو الأمر إلي بس أخ. ألو. أهلين أستاذ مازن. أهلين وسهلين. لا شو مسافرين بس تليفون معطل. أسيدي قدمنا شكوى، خليها لربك. خير. إيه طيب شي نص ساعة بكون عندك. مع السلامة. مين أستاذ مازن؟ الوزير ما غيره؟ إيه نعم يا سيدي، صاحبنا الوزير. شو بده منك؟ ما بعرف، بده يشوفني، بس حاسس هالمرة عاوزني بأمر كتير ضروري. زمان يا أستاذ مازن. إيه والله زمان. أهلين وسهلين بالأستاذ أحمد. يا ميت أهلين، دايما إن شاء الله. إن شاء الله ألف صحة. إيه سيدي الكريم، هاي شربنا القهوة مثل ما بدك، ممكن تقلي شو بتريد مني؟ الحقيقة أنا طالب منك خدمة. إذا بقدر عليها بخدمك بعيوني. مثل ما بتعرف وزارتي بيتبع لها كثير من الشركات والمؤسسات، واكبر واهم شركه عندي تعبتني كثير، ما بعرف لاقي لها مدير عام يعرف يمشيها، ففكرت فيه وكل امل انك ما تخجلني. انا إيه انت وما راح الاقي احسن منك لهالمنصب. بس انا طبيب ومو خارج هيك منصب. ليش مستغرب؟ في كتير أطباء أبدأوا بمجالات غير مجالات الطب، وبعدين أنا واثق فيك أنك رح تكون مدير عام ناجح. أستاذ مازن أرجوك تعفيني من المهمة. وإذا قلت لك أني بحاجة إلك وبترجاك تساعدني؟ أنا عندي استعداد ساعدك بالشغلة اللي بقدر عليها، بس الطلب اللي عم تطلبه مني صعب علي كتير. لا أنت ما بتضل تقلي في شيء من الغلط باوضاع البلد ولازم يتصلح. شب شب سليم سليم شب، هاي الفرصة اجت لعندك، صلح بنفسك. بس لحالي ما بكفي. انت صلح بمكانك وغيرك بيصلح بمكانه، واذا تضافرت الجهود كل شيء بيتحسن وبيتصلح.
تعطيني مهلة فكر. أنا رح أعطيك يومين مو مشان تفكر، لأنه الأمر انتهى. رح أعطيك يوم مشان تصفي أعمالك وترتب أمورك. طيب عن إذنك، بس ما تخبي عنك أستاذ مازن أنت فاجئني. مع السلامة. حكيت مدير الهاتف؟ مو على أساس صاحبك؟ لا حكيته ولا رح حكي. أنا شغل الواسطات ما بحبه. حطينا شكوى، بكرة بيصلحوا لحالك. لا أتصلح. شو بك أحمد؟ شايفتك ما على بعضك، بشو عم تفكر؟ إذا بحكي لك بشو عم فكر ما رح تصدقيني. هات لشوف، احكي لي. بعدين. لا هلا، شغلت لي بالي، احكي. طيب إذا حكيت لك بتوعديني ما شي بيصير لحدا؟ خلص بوعدك. أكيد احكي. وعد. صديقي الوزير مازن مرشحني لمنصب مدير عام أهم وأكبر شركة بهالبلد. مدير عام؟ عم تحكي جد؟ ألف مبروك يا أحمد، والله المنصب بيتبقلك. مدير عام؟ مدير عام؟ بكرة بصير أنا زوجة المدير معك. إلى فرحتي، أنا لسه ما وافقت. منصب مدير عام يا دكتور، مدير عام يعني مثل الوزير. حلم بيحلم فيك الانسان، وعم تقول ما وافقت؟ بكره من بكير بتروح وبتقول له موافق، ولا اقول لك امسك السماعه وقول له موافق من هلا قبل ما يرشح حدا غيرك. امسك هلا قيمي هالتليفون من ايدك واسمعي نظريه وشي بالاول، وجهه نظري بالاول. هات لشوف شو اللي مو عاجبك بهالمنصب؟ يا خانم هذا المنصب بالنسبة إلي عبء ومسؤولية، مو سلطة وفانتازية مثل ما حضرتك عم تفكري. وأنت قد وقدود. لك إيه بس؟ لا بس ولا مس ولا بقلة ولا خس. حاجتك دلالة وطارق، خلينا نتبحبح لنا شوي ونعيش لنا كم سنة نتهنى فيهم. نتهنى؟ نتبحبح لنا؟ كخ. لك يا عيني إذا أنا صرت مدير عام بدنا نشحت. إيه هلا العيادة عم تستلمنا 20-30 ألف ليرة بالشهر، ويا دوب عم يكفوكي أنت وولادي. لك شلون بكره بدنا نعيش على 10,000؟ بس؟ لا بس ولا مس ولا بقلة ولا خس. شو فكري معاش المدير العام؟ مليون؟ في مدير عام عايش على معاشه. شو قصدك؟ بقصد يعني في غير المعاش الإضافي والحوافز وتعويض اللجان وإذونات السفر ومهمات داخلية وخارجية وإلخ إلخ. شو بنا أبو طارق؟ بعرفك ذكي. أميرة شو عم تقولي؟ لك أنت بتعرفي أنا أش واحد حرام ما بيفوت على جيبتي. ومين اللي قالك رح تقبض حرام؟ لك كان شو قصدك فيها هي إلخ إلخ؟ طيب بلاهم هدول. المعاش على الإضافي على الحوافز على التعويضات على المهمات على المكافآت بكفوا. نامي نامي هلا، خليني افكر لبكره. لسه بدك تفكر؟ خلص قول موافق. بس
بس شوفي هالحكي اللي صار بيناتنا ما ضروري حدا يدرى فيه، مفهوم؟ يا شو شايفني؟ شلونك؟ الحمد لله. اسمعي بدي خبرك خبرية. خير شو هالخبرية؟ أحمد بده يصير مدير عام لشركة كبيرة كتير. عم تحكي جد؟ طبعا جد. إن شاء الله ألف مبروك. والله أبو طارق بيستاهل. الله يبارك فيكي يا أختي، بس ما بدي وصيكي لا تجيبي سيرة لحدا، لأنه ما صار شيء لحد هلأ رسمي، وأحمد نبه علي إني ما أقول لحدا، بس انتي مو حدا. طمني اختي، انا ما سمعت شي. ان شاء الله عقبالي تمام ومنيجي منبارك لكم. بس والله فرحتيني. الله يفرحك بحسام يا رب. حسام وبس؟ قولي حسام ومها. ان شاء الله. خلينا نشوفكم اختي. المساء منيجي منزوركم. مع السلامة. اهلا وسهلا فيكم. مع السلامة. الله معك. مين كان على التليفون؟ اختي أميرة. الله يبعث لي المصاري قد ما بتحكي مع اختك أميرة. يا انت طالبتي يا هي طالبتك. وشو بدها من على رولة الصباح؟ ما رح اقول لك. شو بدها يكون بدها يعني؟ يا بدها تسألك على شي طبخة يا اما على شي شغلة بعدتي. لا هالمرة بشارة. خير يا طير. شغلة بتهمك وبتهم حسام وبتهمنا كلياتنا. ماما؟ شو قالت لك خالتي؟ جوز خالتك وعمك ابو خطيبتك بده يصير مدير عام اكبر شركه بهالبلد. ان شاء الله الف مبروك. مدير عام؟ يا هيك حظ يا بلا. وناقشتك معك يا ابو طارق. الحمد لله، كيفك انت؟ قدريتي؟ احمد بده يصير مدير عام لشركه كبيره كتير. طبعا عم احكي جد. الله يبارك فيكي، بس ما بدي وصيكي لا تجيبي سيره لحدا، لانه لحد هلا ما في شيء رسمي، واحمد نبه علي اني ما اقول لحدا، بس انت مو حدا. الله يبارك فيكي. خلينا نشوفكم. يا اهلين. الله معك. مع السلامه. الو، صباح الخير مدام ميهان. بدي خبرك خبر تازه هلا لسه عرفته. الو، مرحبا اعتذار، كيفك؟
تنبه علي اني ما اقول لحدا، بس انتي مو حدا. الو مرحبا، كيفك صبوحة؟ اسمعي، في لك عندي خبر اليوم. شو عم تقولي؟ مين خبرك؟ اختي اميرة؟ ايمتى؟ احمد شو كان بده منك سيد الوزير؟ اذا بقول لك ما بتصدق، تصور بده يسلمني منصب مدير عام اكبر مديريه بوزارته. شو قلت له؟ لسه ما اعطيته الجواب. اوف، ليش هذا العرض؟ له غير جواب واحد؟ خايف يا وحيد، خايف افشل بهالمهمه. لك امبارح لسه كنت عم تقول لي يا ريتني مسؤول، اخ لو كنت مسؤول كنت عملت العمايل، شو نسيت؟ معك حق، بتعرف رغم الخساره الماليه اللي بدي اتكبدها اذا تركت العياده واستلمت الوظيفه، في دافع جواتي عم يدفعني اني اقبل هالمنصب، لك بلكي بقدر صلح شيء من هالخربطه اللي حوالينا. يلا احمد لكان اتصل، اتصل بالاستاذ مازن وقول له انه موافق على طول، يلا قبل ما تغير رايك. هيك قلتها؟ ايه. طيب. يلا. أما سمعت لك خبر اليوم بالجامعة حقه مليون ليرة. خير، شو سمعت؟ بابا اللي هو بابا رح يصير مدير عام. ومين اللي قالك؟ اللي البلد كله مقبولة بالخبر. إن شاء الله. وانا شو بيعرفني؟ هلا اخوك كان عم يخبرني. اي بس حسام قال لي انه انت حكيتي خالتي ونقلتي لها الخبر. يا صباح عرفاني وعم تخبي علينا. الاشاعة مزبوطة، بس ابوكم لسه ما وافق. ما وافق؟ انا موافق وانا مقدر تضحيتك. شكرا كثير يا احمد. ما في داعي تتشكرني استاذ مازن، البلد بلدنا وواجب نضحي مشانها. شوف احمد، انت هي اول مره بتتسلم فيها منصب حكومي، والمنصب الحكومي فيه مشاكل كثير، ولحل هالمشاكل بيتطلب سياسه خاصه. انا ما بدي اياك تكون قاسي كثير مشان ما يكسروك، وما بدي اياك تكون لين كثير مشان ما يعصروك. مفهوم استاذ. بيجوز بالاول تلاقي بعض الصعوبات الكثيره، وإذا ما قدرت تتجاوزها لوحدك أنا موجود، بتجي لعندي بأي وقت. شو بابا نقول مبروك؟ على شو؟ على المديرية العامة. ما قلت لك ما تخبري حدا؟ وحياتك ما قلت لهم شيء، هن سمعوا الخبر من برا. يا اصبح القصه مزبوطه، الف مبروك بابا، الف مبروك، اعطيني ايدك ربوسه. مبروك بابا. الف الف مبروك. شوفوا يا اولاد، ما بدي اوصيكم، من هلا ورايح رح تكونوا محط انظار الجميع. لذلك بدي اياكم تكونوا مثال للاخلاق الحميده والمعامله الطيبه مع الناس. بدي ارفع راسي فيكم مثل ما راح ترفعوا راسكم، مثل ما راح ترفعوا راسكم بابوكم. كل خطوه بتخطوها راح تكون محسوبه علي قبل ما تكون محسوبه عليكم. اقعدكم كل راح يبرد الاكل. تعجبني تجري
الوطن بدك بيندك كوكو من الصبحية. لك أهلا وسهلا. لك هلا سلام. لك يا صباح الفل. يسعدك. وينه صاحبنا؟ قعد لجوا شوي مثل حوايده. لك أنا بعيد عيونك أنا أملك الحلوة. بس تكرم شواربك. ويك يا رب. ايه اخي فرحان. ايه حي قلبي. سمعت اخر خبريه؟ خير شو في؟ جايبين لنا مدير عام جديد دكتور. دكتور بالهندسه؟ لا دكتور بالطب. عن جد؟ طبعا عن جد. مين خبرك؟ هذا خبرته من ديوان الوزاره. بكره احلى شيء يا استاذ فرحان بنروح لعند المدير العام وبنقول له دكتور المديرية حيلها مقطوع وما لها نجعة تتحرك. بتطلع فينا هيك وبيقلنا ايه بسيطة يا ابني اعطوها ابرد فيتامينات. تعالي يا ريت يكون هذا الدكتور جراح جاني صبي على بال عندك يعني بكي بيطهر لي اياه. سمعتوا باخر نكتة؟ قال بدهم يعفونا من الدوام بدنا نصير نداوم من بيوتنا. شو هالحكي هاد معقول؟ المدير الجديد بده ينفط الطابق كلياته. ليه؟ بس الطابق؟ بده يلبو مستشفى ولادي. ما لقونا غير دكتور يجيبونا اياه، كنا متأملين بشي مدير ينفض المديرية نفض. شو ما كان بضل أحسن من المدير السابق. خرب المديرية قبل ما يمشي الله لا يسامحه. معك حق، أسوأ من هالوضع ما راح يصير. مين بيعرف؟ بجوز الدكتور يطلع جدع ويصلح كل شيء. بيقول لي أبو معتز إنه الدكاترة أذكياء. الله يسمع منك يا أبو شريف، وقع المعاملة وقع. مدققة مضبوط خالصة ما بدي مشاكل أبو معتز أعوذ بالله يا شيخ ما بدي نسمع علينا كلمة ها ولا يهمك يلا قلت لي دكتور إيه سيدي مهندس محامي دكتور كل مين بيتجوز أمي بيصير عمي ما فارق معي المهم عم نقبض راتبنا آخر كل شهر وفخار يكسر بعضه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أبو زاهي؟ أهلين أهلين برعد. عجبك؟ يا خسارة هالمدير يروح. كنا مكيفين على دوره. يلي بدنا إياه بصير، وما في شيء ما يصير. وكمان على دور اللي جاي، يلي بدنا إياه بده يصير، مثله مثل غيره، وبيضل الأستاذ ممدوح أطول واحد بالمديرية هو الكل بالكل. هو دبرنا فاتورة معرفتك. شو ها؟ المبلغ مو قليل من أنو بنت بدي أصرفه؟ شبنا أساس عيد شو هي أول مرة؟ على رأسي أمره تكرم مثل ما بدك إيه سيدي شو صار بالموضوع اللي وعدتني فيه؟ ماري نسيانك ماري نسيانك بس استنى شوي رح تتركني المدير الجديد شغلة تأخذ شوية وقت صحيح صحيح مثل ما عم نسمع المدير الجديد دكتور وجراح كمان ها؟ إذا بدك تعمل الزايدة المرارة إذا أجاك ولد وحبيت أنك تطهره منخليه راعيك لا الله يرضى عليك لا تنساه وفقه حاضر حاضر يلي فرحني إنه الشركة اللي استلمت جوز أختي مشاريعها كبيرة ومناقصاتها محرزة. إيه هالشيء من صالحنا. طبعاً من صالحنا، بكرة شوفي ما بخلي مناقصة تفلت من إيدي. بس لازم نكون نحن أول المهنئين. طبعاً، اليوم المسا لازم نروح نسهر عنده. اسمعوا اسمعوا هاي شوفي. هن اثنين، في واحد اثنين بس بس. واحد مدير عام وواحد مدير غرق. سمعها؟ يا أهلا وسهلا بالمهي تفضلوا شربوا الشاي يلا لا تتصور يا أحمد قديش فرحنا لك بهالمصير شكرا كثير يا أبو حسام يا غالي إن شاء الله عقبال الأعلى
والله انك بتستاهل يا ابو طارق. وشلون عزماتك على المديريه؟ بدها هز كتاف فيها؟ مو ضحكه ولعبه؟ ما بخبي عنك انا مرعوب شوي يا ابو حسام. على كل اذا احتجت اي استشاره او معونه بخصوص التعهدات والمناقصات انا جاهز بخدمك بعيوني. هو المثل بيقول ايد وحده ما بتسفي، وانا ما بخبي عنك يا ابو حسام معاهد نفسي حط ايدي بكل ايد شريفه بهالبلد يا غالي. ايوه المدير مو بالهيئة والمظهر. بعرف بس المظهر له دور كبير. من بكره رح نشتري لك 4-5 طقمة كمان مشان تبدل برياحتك. لازم تعبي مركزك منيح. انتو النسوان هيك طول عمركم ما بتهتموا الا بالمظاهر. امتى بتقبط لي العادي؟ بدك شيء؟ سلام. ادعي لي. الله معك، الله يوفقك يا رب. لك اخي اتركها. امرك سيدي. سجل لي كمان عندك أميح ميدان الفشتكي. ايه فشتكي. ايه أميرة محمد درب الدباس. دباس كمان ميرفت محمد فايز الأنقر. يعطيك العافية يا ابني. الشهير بالبست. البست نجدات محمد أحمد. أهلاً أستاذ صباح الخير. أهلاً شرف. هذا هو مكتبي؟ أي نعم سيدي. أهلاً وسهلاً نورتوا المكتب سيدي. شباك على الشارع كمان ما شاء الله. أي نعم. عفواً سيدي أنا طلال رئيس مكتبك. أهلاً وسهلاً. وأنا سكرتيرتك أمل. أهلين وسهلين. أهلا وسهلا. سيدي إذا بدكم يعني تطلبوني على هالزرهد. وعلى الزرهد بد أنا. شو ما شاء الله كلكم على الزرار هون يا زلعين. عفوا سيدي أي زر بتريد عفوا يعني أي شيء بتريده بدق لي على هالزرهد. يا العيني
تفضل لمكتبك. حاضر سيدي. وانت كمان لمكتبك. سيادة الوزير، يا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. الله يقدرنا يا أستاذ مازن. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا شكرا. مكتوب مبين من عنوانه. لكن يا عمي كل يوم فستان جديد شكل، وكل يوم هلأ شكل. بنت مدير عام بيطلع لك. تتحمل يا عائل حسام إذا فيك تتحمل. تتحمل شو؟ نظرات الشباب وحسدهم إلي بالكلية. شوفي كيف عم بحلقوا فيكي كله. هي رح ياكلوكي أكل بعيونهم. مع أنه دايما أنا بيجي فساتين حلوة بس ما كانوا تطلعوا فيه. أي مو سبب الفساتين، السبب إنك صرتي بنت مدير عام. يعني إذا صرت بنت مدير عام بصير بنت تانية؟ إن شاء الله ما بتصيري وحدة تانية، على القليلة معي. طمن، أنا طول عمري رح ضل محل اللي بتعرفه وبتحبه. ليش بدي حاكي؟ شايفك بالاسم ما شاء الله محسوب علينا ابن مدير عام. لا يا ماجد، ليش هيك عم تحكي مع طارق؟ شلون بدك يعني احكي معه انت الثاني؟ وين الحفله المطنطنه اللي وعدنا فيها؟ ولا وين المرسيدس اللي وعدنا يفتلنا فيها؟ ولا شو السياره؟ مشان تلهيكم عن دراستكم. ما انت ما بتحب السيارات، ما هيك طارق؟ انا بحب السيارات. شلون ما بحب السياره؟ في حدا بالدنيا ما بحب السيارات؟ خاصه اذا كانت مرسيدس. هذا الكلام اللي بيعبي الحاسوب. انتوا طولوا بالكم علي شويه، كل شيء وعدتكم فيه رح نفذه بس لحتى رتب اموري شوي مع سياده المدير العام الوالد الكريم. يا سيدي رتب امورك على مهلك، يعني بس لا تنسانا، ما انا غيرك عمي احمد. هارون الرشيد بتعرفه؟ هالدكتور عندنا بالكليه. ايه بدرس سنه ثانيه. ايه والله والله لعيشكم عيشه ما عاشها هارون الرشيد بزمانه. عيش يا لينبت الحشيش. تعالوا اكل فاداتي ولازم امشي، بدكم شيء؟ باي باي. الله معي. ما بتصدق يا أستاذ قديش الموظفين فرحانين وأولتهم أنا بتعيينك مدير عام لشركتنا، خاصة أنك دكتور ومخالط. المدير العام السابق الله يوجه له الخير كان. يا ريت تختصر يا أستاذ ممدوح، في موضوع محدد بتحب تناقشه معي؟ لا بس كنت جاي أعبر لك عن سعادتي وسعادة كل الموظفين، وقول لك باسمي واسم كل الموظفين إنه رح نكون عند حسن ظنك ورح نلبي كل طلباتك وأوامرك السديدة والرشيدة في سبيل خدمة الوطن. هذا أملي. ما حدا فينا رح يشتغل للتاني يا أستاذ ممدوح، كلنا رح نشتغل لهالوطن. طبعا طبعا. على كل يا دكتور، إذا حبيت إنك تاخذ رأيي بأي شيء رح تلاقيني جنبك أنا وخبرتي تحت أمرك. بتقدر تعتبرني إيدك اليمين، إذنك يلي بتسمع فيها وعينك يلي بتشوف. شكرا. دائما صحتين وهنا. شوفي أختي، أنت من اليوم ورايح لازم تغيري نظام حياتك كله. انت هلا مرت مدير عام ولازم تعبي مركزك منيح، يعني الجيران اللي ما منهم غير وجع الراس خففي لي علاقتك معهم شوي، ولا قلك اقطعيها. لازم تحكي معهم من روس مناخيرك. بعدين حكيك على التليفون لازم يكون في تقل، في ابهه. هلو، هاي، باردون، باي.
لبسك، لبسك لازم يتغير. وبعدين شعرك، شعرك لازم تتغير تسريحته عند أحسن كوافير بالبلد. شعري؟ ليش شبه شعري؟ مو عاجبني شعرك. أنت لازم تغيري تسريحتك. هالتسريحة مو تسريحة مرت مدير عام. قومي قومي غيري ثيابك لنروح لعند الكوافير. أنا بعرف كوافير كل نسوان المسؤولين بيساوي شعرهم عنده. تسلم تسلم، الله يبارك فيك. لا ولو إن شاء الله مبارك لكم بالأفراح. تفضل. إمتى ما حبيتوا تشرفونا أهلا وسهلا. ولو المكتب مكتبكم. على عيني. مع السلامة. مع السلامة. تفضل يا سيدي. شو قال؟ البريد سيدي عشان توقعوه. في شيء تاني؟ لا استاذ، عم استنى لتوقع البريد مشان اخده. اترك لي اياه، بس وقعه وببعث لك خبر تاخده. عفوا استاذ، بجوز تحتاجوا شيء ايضاح او استفسار عن اي قرار، ممكن ساعدكم. شكرا، اذا احتجت لاي استفسار ببعث لك خبر. حاضر استاذ. استاذ طلال. نعم استاذ. بلغ الاستاذ ممدوح والمدراء ورؤساء الاقسام انه في اجتماع عندي بعد ساعه. كلهم ما بدي حدا يتاخر او يغيب. حاضر استاذ. شو بيفهمني بهالقصص كلها انا؟ ليكون فيها رش انبوز كمان. الى الدائره القانونيه للبيان والاعاده. الى الدائره الماليه لارفاق السبوتيات. أنا جاهزة. تفضلي. شو بدنا نروح؟ سيارتنا. أنا سيارة. سيارة الأوبل. بدك تروحي بسيارة الأوبل؟ وعم بتسوقي كمان؟ إذا الكوافير قريب منروح مشي. أنت شو عم بتقولي؟ شلون بده يحترمك ويوجبك الكوافير؟ إما رح يصدق أنك مرت مدير عام؟ لكن شلون بدنا نروح؟ بسيارة المديرية. السيارة مع أحمد. اتصلي فيه وخليه يبعث لك اياها فورا. انت من اليوم ورايح لازم تروحي وتيجي بسياره خاصه تكون تحت تصرفك بدون ما تطلبيها. ما في حدا احسن من حدا. يعني ضروريه سياره المديريه؟ ايه اختي ضروريه. اتصلي فيه وخليه يبعث لك اياها. ألو نعم؟ بدي أحكي مع سيادة المدير العام. عفواً، مين حضرتك؟ أنت مين حضرتك؟ أنا سكرتيرة المدير العام. وأنا مدامة المدير العام. عفواً مدام، أنا آسفة، خليكي مع الخط. أيوة؟ أستاذ المدام معك على الخط. شكراً. أهلين أميرة. معلوم يا عمي، صار لجنابك سكرتيرة ترد. استاذ المدام على الخط. أميرة ما حلوة الحكي على التليفون. ليش في حدا عم يسمعنا؟ اصلا لازم تعطيني تليفونك الخاص مشان احكي معك مباشرة بدون سنترال وسكرتيرات. حاضر. وغيره؟ بدي روح لعند الكوافير اعمل شعري. اي نعيما سلفا. هلا فتحت لك تليفون وعملت بدي روح اعمل شعري بتقلي نعيما؟ لك شو بدك يعني قلك؟ أميرة مالي فاضيلك هلا، قولي شو بدك وخلصيني. بدي تبعت لي سيارة المديرية، توصلني لعند الكوافير وتستناني لحتى خلص وترجعني على البيت. الأوبل قدام باب الصقاق ومفتاحها معك. لا، هاي السيارة ما عاد يمشي حالها.
بدك يعني بعد ما صرت مدامة مدير عام روح لعند الكوافير بالأوبل وبدون شوفير؟ وشو فيها؟ فيها كتير. شلون النسوان بدهم يعرفوا اني مرت مدير مهم وكبير بدون سيارة المديرية؟ ومو ضروري يعرفوكي خانوم. أحمد سعري بسعر غيري. خلص خلص لا تعيطي خلص. هلا بتكون السيارة عندك تكرم عيني ولو يا أميرة خانو على عيني أنا عم بشتغل على حسابك أصلا. خلص أنا زرك يا طلال. أستاذ طلال. نعم أستاذ. شرف لعندي. حاضر أستاذ. نعم أستاذ. خذ البريد. بلغتهم على الاجتماع؟ بلغتهم أستاذ. خلي الشوفير ياخذ سيارتي وروح على البيت لعند المدام. حاضر أستاذ. تبغى شي غيره؟ سلامتك. السلام. الدكتور موجود؟ أنا دكتور. الدكتور أحمد. عمي هون مديرية عامة مو مستشفى. بس أنا عم أسألك عن الدكتور أحمد عبد الحق. قصدك المدير العام؟ أي نعم المدير العام موجود. أمر. أنا أبو صالح. ها تشرفنا. وبدي فوت لعند الدكتور. المدير العام ماله فاضي عنده اجتماع. بطول؟ ما بعرف. طيب ممكن تقول له اني انا هون؟ ما بقدر، عم اقول لك عنده اجتماع. شو ما بتفهم؟ بلا بفهم، ليش عم تعيط؟ يعني عم اسالك ممكن انا انتظره هون لحتى يخلص اجتماعه؟ لا مو ممكن. طيب شلون بقدر اشوفه؟ صعب كثير. انت قل لي بالاول شو الموضوع تبعك وانا اقرر اذا كان في امكانيه خبر المدير العام بموضوعك ولا لا. كتر خيرك. على كل بس يخلص المدير العام اجتماعه قل له انا اجيت ومشيت، واذا بده ياني هو بيعرف وين يلاقيني. تيسر عمي تيسر. الله يخلي لي اياك تيسر. اخي ايدك انا بطلع لحالي. اخي تيسر الله يرضى عليك. لا تزعل لا تفش عم اقول لك. لا تفش. شوفي سيدي هالبني ادم بده يفوت لعندكم غصب عني. نالوا عندكم اجتماع ما كان يفهم. صباح الخير دكتور. اهلين ابو صالح. تفضل تفضل. تعال دفش اذا بدك دفش. شريف اهلا وسهلا فيك. ايه استاذ طلال مين قال لك انه انا عندي اجتماع؟ عفوا استاذ احمد هي تقاليد متعارف عليها بعدين حتى ما نزعجكم بالمراجعين. شوف يا استاذ طلال من هلا ورايح انا باب مكتبي مفتوح لاي انسان، واي انسان بيقدر يراجعني باي وقت بحبه. مفهوم؟ مفهوم استاذ. بعدين هذا الشخص اللي فات لعندي واللي كنت حضرتك عم تعيط عليه بعتقد انه بيطلع من جيل والدك، وعيب عليك تقول له يا بني ادم. تعلم تعامل الناس باحترام. حاضر استاذ. وبتمنى هالحادثه ما تتكرر مع اي انسان تاني. اهلا وسهلا بخير. اهلا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا كثير اسف الحق عليك كان لازم نبهه انه اول ما تجي تدخل على طول. يا سيدي حصل خير وبعدين انت كمان ما قصرت. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. يا ميت اهلا وسهلا. مبروك المديريه دكتور وان شاء الله دائما نشوفك باعلى المناصب. تسلم يا رب تسلم. إيمالك علي يمين يا دكتور تحلفني اياه انه هالكم يوم اللي مرقوا ما شفتك فيهم حسيت كانه سنين طويله. وانا كمان استفدت لك. الله يخليك دكتور. بس بتعرف يا ابو صالح عم يخطر على بالي انه لازم نضل انا وياك مثل ما كنا طول عملنا. شو رايك عينك حاجبي الخاص هون؟
يعني بتساوي لي شاي وقهوه وبتنظف هالمكتب وبس. ولو بخدمك بعيوني يا دكتور. بسلامة عيونك، بس أنا زعلان منك. لا لا خير إن شاء الله. وينها؟ ذكرتني، تفضل، هاي أحلى سكرة لأحلى دكتورة. أبو صالح سكرة تررم يا أبو ضحكة منورة. إذا سألك مسيو أيمن عند أنا كوافير بتساوي شعرك، قولي له كنت أعمل شعري عند مدام جاكلين. ومين هاي مدام جاكلين؟ هي كوافيرة مشهورة، تركت البلد وسافرت من يومين. بعدين أختي ما بدي وصيكي، لازم البخشيش يكون محرز مشان يحترموكي ويقدروكي. مفهوم أختي؟ مفهوم مفهوم. وين صار المحل؟ يلا وصلنا. قائمة بأسماء الأشخاص اللي اتصلوا بسيارتك طالبين مقابلتك. أنا نظمتهم بحيث إنه ما تتضرب المواعيد مع بعض البعض. إذا في شي موعد ما بيناسبك أو بتعرض مع مواعيدك حتى ألغيها وأجل لوقت تاني. لا يعطيك العافية، خلي المواعيد مثل ما هي. تريد شي تاني أستاذ؟ إيه مور، يا ريت تطولي تنولتك شوي. حاضر. غلطت ما. عشنا ويا ما حنشوف، يا ما حنشوف عوجة والطابي مكشوف مكشوف عوجة. Now